في برضو الميوكو، تمام، امبوكسول مذيب للكحة. في برضو حاجة اسمها ماي سويت بيبي، تمام، حاجات برضو هيربال ميديسين للمغص وكده. في مستر بير مالتي فيتامين، في حاجة مع فوق ايبوبروفين زي البروفين، في الموتينوم دومبريدون، في فورا فيتال بلس حاجة برضو مالتي فيتامينز للأطفال، في الميجاليز حاجة انتي انفلاماتوري، في الماكسيكال دال تمام كالسيوم، في المواتكس ده برضو حاجة اميراتلي انهانسر، تمام، في ميوكوتيك، تمام، حاجة كده للمعدة، تمام، في المونوهكسال حاجة للكحة، في الميوكوسول برضو حاجة للكحة، في برضو الميوكوجيل حاجة انتاسيد للحموضة، في النورماس، تمام، في النوتوبان، طبعا كل ده حاجات هيبقى ميديسين الكحة، في النونو ووتر برضو هيبقى الميديسين بس زي ماء غريب كده، في النانازوكسايد والنيتازود حاجات مضاهيات معوية، في الأوبليكسي إن طبعا مشهور الكحة، في الوان تو ثري حاجة للبرد، في حاجة أوميجا كود اللي هو زيت كبد الحوت، في الأوميجا زات برضو حاجات برضو هيبقى الميديسين وفيتامينز للميموري وكده، في الأوميجا سيز برضو حاجات برضو أوميجا، في الأوميجا تون، في الأوستيوزات برضو كالسيوم ومغنيسيوم وكده، في الأورازون برضو كورتيكوستيرويد ديكساميثازون، في الأوستيوكير ده كالسيوم برضو ومغنيسيوم وكده، في الأوميجا كاف حاجة للكحة، في الأوسيسبكت برضو للكحة، في الأكتوفينت بلس للكحة برضو، في الأستوكال نفس الحكاية هيربال ميديسين، في البيلانوزينك طبعا حاجة للإسهال وكده مطهر، في البيتسول بيتسولفات طبعا ده ايه كورتيكوستيرويد، طيب في البوتاسيوم شراب طبعا، في البي دي كورت فورت والبي دي كورت طبعا كورتيكوستيرويد، في البنتا فيلو تمام برضو بيستخدموها للانفلونزا وكده، في البنتا كولد، في البارامول، في الفاروفيت حاجة فيتامينز، في البيك تي برو حاجة برضو للكحة، في البروبيك تمام حاجة برضو برونكو دايليتور برضو الحاجات اللي كانت تشتغل على الماسكينيك ريسبتورز وكده، في الفينادون او كانت بتشتغل برضو على البيتا وكده في القلب اللنج مش متذكر، الفينادون برضو بتاع الكورتيكوستيرويد، في الرينو تمام، وفي الرينو مول تمام، دي حاجات كلها برضو للزكام وكده، في روتا هيليكس وروتا هيليكس فورت وروتا هيليكس نايت وكلهم برضو هيربال ميديسين، في رينبو فيت تمام، وفي روتا ماكس ارم، وفي رينجو ماس تمام، وفي روتا جارد، كل ده حاجات برضو معتمدة على الرو ماتيريالز الهيربال وكده، في فينتوس تمام، في السالبو فينت سالبيوتامول، في السالفو زينك، وفي الستيبتوكي تمام برضو الحاجات مطهيات معوية وكده، في ساين اب طبعا، في حاجة انتي هيستامينيك وحاجة كورتيكوستيرويد، في الشومايفي برضو والستوب كاف برضو هيربال ميديسين للكاف، في الساين ديل حاجة برضو للأطفال زي كارمينكس والحاجات الاكوا بلس وكده، في السينا دراي برضو للكحة، في الاسبازمو في المغص، في السانزوفيت تمام، في السولفي ميست تمام برضو ده الناس برضو، في الترياكتين، في الترايتون والتيموجين والتيراتام، في التيمبورال اللي هو باراسيتامول، في التوتال تمام زيت كبد الحوت، في التوسيستوب تمام، في التيموجين زي الفيسفاجين وكده، في التليفاست، الفينداكسين فينداكسين كورتيكوستويد برضو وانتي هيستامينيك، في الفينتوكاف، في الفيسفالجين، في الفيروستات، في حاجة اسمها فينتو هيرب تمام، في الفيسفا زي الفيسفالجين، في الفيكسوليتيك تمام، في الفيتاماونت، في الفينتولين تمام،
اليونيبي دول برضو كورتيكوستويد، في اليوي بان برضو تمام، وفي حاجة اسمها الانوفيتر بالميديسين برضو، الالترا سولف بتاع الكحة، في الزايلون فورت تمام كورتيكوستويد، في الزنك اوجين، في الزيفتك انتي هيستاماين، في الزوفيراكس اللي هو انتي فايرال، في الزالتك تمام، في الزيمايليز برضو حاجة برضو ايه مهضمة. بس الغرض يا جماعة من الفيديوهات القصيرة دي اللي انا مش بديك معلومة، انا بذكرك بالاسماء التجارية بتاعت الادوية فقط لا غير.